صباح الخير متابعينا في المملكة، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية سريعا لهذا اليوم. المتوقع أن يشهد بعض أحوال الجوية غير المستقرة بشكل طفيف، يعني بشكل عام في المنطقة الوسطى في القصيم، تمتد أحيانا إلى مدينة الرياض مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية بشكل خفيف في العاصمة الرياض، ولكن فيما إذا انتقلنا شمالا باتجاه القصيم فلنا الفرصة تتحسن وحتى لاحقا ربما تزداد إلى مدينة حائل. درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية كحد أقصى في العاصمة الرياض، وبالتالي الأجواء هي أبرد قليلا مما هو كانت عليه الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية بشكل عام. باقي مناطق المملكة الأجواء بها مستقرة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من اسكاكا 19 إلى 7 الصغرى القادمة، في عرعر 17 إلى 6، وفي تبوك 21 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية تكون في جدة 33 إلى 19، مكة المكرمة 32 إلى 20، في الطائف 22 إلى 12، وفي المدينة المنورة إلى من 26 إلى 18 درجة مئوية، وكما ذكرنا مكة المكرمة 32 درجة مئوية في ساعات النهار. المناطق الجنوبية الغربية جازان 30 إلى 25، أبها 21 إلى 10، وفي الباحة 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 22-10، في الدمام 23-12، وفي حفر الباطن من 18 إلى 9 درجات مئوية. ختام هذه الجولة في المنطقة الوسطى، إذا العاصمة الرياض هناك فرصة أمطار رعدية خفيفة 20-11 درجة مئوية، في القصيم 18-13 مع فرص أفضل للأمطار، وفي حائل أجواء غائمة جزئية من 17 إلى 8 درجات مئوية مع فرصة للأمطار، لكن في منطقة حائل خاصة الأجزاء الشرقية منها في وقت لاحق من هذا اليوم. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.